اليوم وفي هذا الفيديو راح استعرض لكم افضل وافخم سيرفر لعبت فيه في تاريخ ماينكرافت. لكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة، ونطول عليكم مشاهدة ممتعة. اوكي يا شباب، فاول شي راح نستعرضه هو سبون، فطبعا هذا محل نقار خاص فقط للخشب، بس ما اعرفش ليش المحل فارغ ما عدا خشب الابيض. اما المحل الثاني فهذا محل خصصته فقط للحجر من كل الانواع، والمحل الثالث من نقار بس ما اعرف شو هي الفكرة منه. وطبعا هذا المحل ايضا لي خصصته فقط للاكل من الخضار وايضا اللحم. قيموا لي التصميم من 10 في التعليقات. والمحل الاخير ما اعرف شكون بناه، لكن المهم انه خاص بالنذر. والحين راح ننتقل لمنطقة العضو الاول واللي هو نقار، فيب خلونا ننتقل. والحين احنا في منطقة نقار. اوكي هون في اسطبل الاحصنة، نايس. وهذا هو الطريق مرة اسطوري، وهون مزرعة الجزر. اما هذا فهو بيت نقار، الطابق الاول فارغ وطابق ثاني فيه غرفته. اما المخزن فموجود في الطابق السفلي، يب في مخزن. وهون في كل موارد نقار نادرة. وهون في مزرعة بطاطا وقمح وراء البيت. واما هون فيوجد بوابة النافر، وهي المنطقة منطقة صناعية. هون في مزرعة صوف اوتوماتيكية ومزرعة قصب السكر اوتوماتيكية ايضا. وهون على ما اظن في مزرعة بقر، وهنيك في موب التراب، ومقابله في آلة الطوعان. وبس هاي كانت منطقة نقار، تقييمي النهائي لها 9 من 10. والحين ننتقل لمنطقة العضو الثاني. اوكي الحين انتقلت لمنطقة اشرف، فيب هون في مجسم لكلمة على ما اظن، وهون في مزرعة قمح، وهذا اسطاب للحصان، نايس. وهون في بوابة نيفر، اوكي. اما هذا فهو بيت اشرف. تقييم النهائي للمنطقة 7.5 من 10. والحين راح ننتقل لمنطقة فاين. اوكي هون في بوابة نيفر وحصان، نايس. اوكي هذا هو بيته، وعنده ستاك ونص من بلوكات النظر رايت، نايس. راح اخذ وحدة فقط. وبس هاي هي كل الاشياء الموجودة في منطقة فاين، لهيك اقيمها 6.5 من 10. واخر منطقة راح استعرضها هي منطقتي. 3 2 1. المهم هذا هو مدخل المنطقة، وهون في مزرعة بقرة اوتوماتيكية داخل هذا المجسم، وهاي هي المزرعة الخاصة بالبطاطا والقمح. وهون في اسطاب الاحصنة اللي حصاني مشمش وزعتر. وهذه هي آلة التطوير اللي تطور على ليفل 30. وداخل هاي النافورة الصغيرة في مكان سري راح افرجيه اياكم. اوكي هون في مخزن سري، وفي هذا الصندوق فيه كل موارد، فيه كل موارد النادرة. مهم، وهذه هي بوابة النيفر، وهون هو بيتي الاول اللي صرت احط فيه الاشياء غير مهمة. وهي المنطقة اللي هون فيها مزارع اوتوماتيكية، مزرعة الصوف. وهون في بيتي، في البيت الكبير اللي بنيته، وهذا هو الاثاث من الداخل. وهون في المطبخ اللي احرق فيه الاشياء الموارد. وهون في غرفة النوم الخاصة بي. وفي هاي المنطقة يوجد الموب تراب. واخر شيء موجود في المنطقة هو اسم القناة على هذا الجبل. وبس هاي هي كل مناطق الشباب، اكتبوا لي في التعليقات افضل وحدة عجبتكم. وبس خليكم مع الريبلاي مود. وبس يا شباب هذا كان فيديو اليوم، اذا اعجبكم المقطع لا تنسوا ضغط زر لايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة.